وللحديث أكثر ينضم لنا من القاهرة الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. صباح الخير الدكتور. يعني في البداية، هل تعتقد أن الميزانيات الضخمة التي ذكرناها في هذا التقرير وخصصتها الدول الآن هي كافية لمواجهة الجائحة، ولا تعتقد أنها جاءت متأخرة إلى حد ما؟ سؤال كويس جدا، صباح الخير عليكم. في شقين في السؤال، هل الفلوس هتبقى كافية ولا لا، وهل جاءت متأخرة ولا لا. متأخرة طبعا، متأخرة جدا. احنا يعني كل العلماء وكل الناس اللي بيشتغلوا في الاقتصاد والاقتصاد الصحي كانوا بينجدوا ان الموضوع ده يبقى في حدود شهر واحد شهر اثنين، وحتى المبالغ اللي كانت رصدت من منظمة الصحة العالمية كانت هزيلة. منظمة الصحة العالمية قالت انها محتاجة في حدود 600 مليار دولار فقط لمواجهة الفيروس. طبعا ده مبلغ هزيل للغاية لما نشوف دلوقتي ان امريكا لوحدها حطت 200 مليار، حاليا مجموعة الجي 20 حطت 5 تريليون دولار، فبالتالي المبالغ طبعا كانت قليلة جدا الفترة الأولانية وتأخرنا. حاليا المبالغ اللي رصدت مليار من البنك الدولي هو مبلغ كافي لسد فتره اسبوعين تقريبا من الان، اللي هي الفتره اللي كل الدول حاليا حطاها كفتره اغلاق لغايه انحسار الفيروس. لو الفتره مدت عن اسبوعين هنبتدي نخش في مرحله كساد اقتصادي، غالبا هيبقى اسوأ من مرحله 87 ومن 2008. فبالتالي ساعتها ما اظنش ان هيبقى في حل غير ان الدول تقدر تساعد نفسها بنفسها، وايجاد خطه بديله لكل دوله انها تعرف تنمي اقتصادها تاني. طيب، الميزانيات اللي احنا اعلنا عنها والارقام اللي اعلن عنها، يعني هي مش موجهه لقطاع واحد انما لقطاعات مختلفه. لو تحدثنا بالتحديد عن الدعم المقدم لميزانيات دعم القطاعات الطبيه والرعايه الصحيه، وايضا يعني الى جانب هذه النقطه، الى اي مدى تعتقد انه عدم الاهتمام بهذه القطاعات تاريخيا أثر في النهاية في قدرتها على التعامل مع أزمة مثل أزمة كورونا؟ أثر بشكل كبير. عموما مخصصات الدول، لو اتكلمنا على الشرق الأوسط والبلاد النامية، بنتكلم في حدود من 2 ل 3% للصحة، ده المخصص اللي بيتحط للصحة. حتى في البلاد المتقدمة المخصص للصحة قليل، يعني لو اتكلمنا أعلى مخصص للصحة موجود في أمريكا 18%، بلاد أوروبا في حدود من 8 ل 10 11%. فبالتالي الدول كانت بتخصص دايما اموال لمواجهه الطوارئ، هي حطاها في الحسبان ان قد تكون اي مواجهه تكون ارهابيه، مواجهه ضد حرب معينه، لكن ما كانوش يتوقعوا ان الحرب تكون على فيروس. بالتالي مخصصات حاجتين، البحث العلمي هزيله، مخصصات الرعايه الصحيه هزيله، والاثنين مفصولين لان البحث العلمي معظم الدول ترقاها لشركات الادويه. يعني اعظم يعني اشتراك في البحث العلمي من الدول ما يعديش 50%، والباقي بيبقى من شركات الادويه. طبعا شركات الادويه وده حقها بما انها قطاع خاص، بتبص على حاجتين دايما في البحث والتطوير، هي ايه الادويه اللي ما بقاش ليها منافسه في الاسواق، والحاجه الثانيه على الربحيه. وده حقهم كقطاع خاص، وان القطاع العام ترك البحث العلمي تماما للقطاع الخاص. وده اللي غالبا بعد كورونا هنبقى محتاجين ان احنا نغيره، ونبتدي نبص في المخصصات وفي البحث العلمي، خصوصا في الكوميونيكابل ديزيز اللي هي الامراض الساريه الوبائيه. نعم، اللي هي تكون مستعصيه مع تزايد اعداد المصابين يا دكتور والمتوفين وعدم التوصل لعلاج فعال لحتى الان لحتى اليوم. هل العالم فعلا مقبل على كارثه اقتصاديه كبرى، يعني ممكن تفوق الكارثه الانسانيه التي طبعا كان يشكلها الوباء على حياه البشر عموما؟ نقطة مهمة جدا، الاقتصاد رايح في مرحلة سيئة للغاية، لكن احنا دايما بنقول يعني حياة شخص واحد تساوي كل اقتصادات العالم. لو احنا نقدر ان احنا ننقذ ارواح البشر ونقدر نعمل دواء، حتى مهما نتكلف الدواء ده ومهما نكلفنا من الاقتصاد ده، هيكون ورثت يعني جدير بان احنا نجربه. لكن هل فعلا احنا واصلين لمرحلة نقدر نقول كساد اقتصادي؟ هي للاسف احنا غالبا هنشوف بعد كورونا ان في بلاد ذات اقتصاد منخفض هتبتدي تعلى لو عرفت تنتهز الفرصه جيدا. وفي بلاد زي بلاد في اوروبا مثلا، وايطاليا كانت عموما مديونه قبل حتى فيروس كورونا والانتشار،
فغالبا في بعض الاقتصادات هتنهار تماما. مساعدات الدول لبعض هي اللي هتفرق، ومساعدات المنظمات الدوليه هي اللي هتفرق بعد الازمه ان شاء الله. طيب بما اننا بنتكلم عن النقطه دي بالتحديد، هل من الممكن ان احنا نعتبر دعوه البنك الدولي لتعليق مدفوعات الديون اثناء فتره مكافحه الفيروس، هل ممكن نعتبرها كافيه لانقاذ هذه الاقتصادات؟ هو حل في الوقت الراهن فقط يعني سد عجز بسيط، لكن على المدى الطويل المبالغ هتفضل موجودة، وفي وقت معين الدول برضه هتتعثر في السداد وهيبقى عليها ديون، فلو هيسقط الديون أو المبالغ دي هتبقى لفترة صغيرة، بعد كده هيرجع تاني البلاد دي مديونة. عموما أنا شايف أن البلاد النامية وبلادنا في أفريقيا عندها حاليا فرصة ذهبية لو هي بصت على موضوع الأزمة من منظور إيجابي. نعم. البلاد الأفريقية عموما نسب الإصابة فيها قليلة، وهي فيها هي أمريكا اللاتينية معظمها فيها الزراعة والإمداد لكل العالم. هل هتبقى قليلة؟ هل تتوقع أنها تبقى قليلة نسب الإصابة؟ لو عدينا الأسبوعين دول بنفس النسب دي معناها أن الفيروس، بما أن كان التنقل بين البلاد وبعضها في بلاد زي الصب صحارا واللي هي وسط أفريقيا وشرق أفريقيا قليل، شمال أفريقيا أقل قليلا، أمريكا اللاتينية كذلك، لو عدينا الأسبوعين دول وفضلت نسب الإصابة زي ما هي، دي معناها أن الفيروس مش هتفاقم في الدول النامية اللي موجودة في وسط أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية. طيب احنا بنأمل ذلك، لأن ده هيبقى أملهم الوحيد، لأن جاهزية الرعاية الصحية هناك لا يمكن أنها تقدر تسد عجز لو حصل أزمة زي أوروبا. نعم دكتور، أنت ذكرت أنه إيطاليا بطبيعة الحال هي كانت بالأساس دولة مديونة، ولكن ماذا عن الدول الفقيرة؟ كيف ستتمكن من مواجهة تلك الأزمة؟ الكثير من الدول العالم المتنامي ومنهم دول عربية غير قادرة بالأساس على مواجهة هذا الوباء. ده صحيح، القدرة حاليا، واحنا زي ما بنقول ان عشان نقدر نواجه اي مشكلة صحية اي وباء محتاجين حاجة من اتنين، يا اما ان احنا يبقى عندنا علاج او مصل ليه، وده طبعا حاليا العلاج قدامه شهرين ثلاثة والمصل تقريبا 18 شهر، او ان احنا نعمل اجراءات وقائية عشان الموضوع ما يتفاقمش. الدول النامية ما عندهاش غير الحل التاني فقط، بما ان ما فيش بحث وتطوير، لو ما نجحوش في اجراءات احترازيه لمنع الاختلاط ما بين الناس والمسافه الامنه وحظر التجول، والناس زاد عندها الوعي في الدول الناميه ان ده الحل الوحيد قدامهم، لان ولا مساعدات المنظمات الدوليه ولا تاجيل الديون ولا اسقاطها حتى هينفع لو الموضوع عدى بعد اسبوعين وابتدى يبقى فيه اكتر من 1000 شخص محتاج مثلا تنفس صناعي في اي دوله من الدول الناميه. احنا ما عندناش سراير رعايه مركزه، ما عندناش اجهزه طبيه، وما نقدرش نستحمل ان المرضى يتوافدوا على المستشفيات. امريكا حاليا مش قادره تكفي مكالمات 911، الاوبريتورز ما بقوش بيردوا من كتر المكالمات، فما بالك بالدول الاكثر فقرا والناميه. صحيح، هتبقى مشكلة كبيرة، وأعتقد أنه الدعم الدولي كمان حتى غير ممكن، يعني كل دولة مهتمة بقضيتها ومشكلتها، فالدعم حتى للدول الفقيرة أعتقد هيبقى أصعب في الفترة الحالية، أو ربما يكون غير ممكن. عموما أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح دكتور إسلام عنان، أستاذ الاقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، شكرا لك.